لو الحكاية فيها إن فيتو. أهلا بيكو موقع وجريدة فيتو. أنا متشرف إن أنا بتكلم معاكم النهاردة. يمكن أكتر حاجة تشغل بال الواحد بإذن الله مع بداية الفصل التشريعي لينا هيبقى إن الواحد يقدر يخلق أجندة تشريعية وقانونية على الأقل ولو بشكل فردي متعلقة بالانحيازات الاجتماعية إذا صح التعبير، سواء مجموعة من القوانين والتشريعات اللي بتخدم السواد الأعظم من المجتمع والشعب المصري. يمكن الحاجة الثانية هي كمان مسألة عقد علاقات خارجية أكثر فاعلية لو صح التعبير مع البرلمانات الأجنبية وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. أيضا لازم الجميع يعني كل النواب المجلس يركزوا أكثر في مسألة متابعة ومراقبة الحكومة ومحاسبتها بمنتهى الدقة والعدل.